السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى. تفضل. جزاكم الله بالخير، كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. والله يا شيخ يعني أنا آسف، أزعجتك معي والله عدة مكالمات لأني في حيرة من أمري والله. تفضل. أنا اختلفت مع زوجتي قبل عدة أسابيع بخصوص الدراسة، واتصلت بك وأخبرتني أن إذا لم يكن هناك اتفاق قبل العقد فالأولى هو كلام الزوج. نعم. فأصرت البنت ووالدها على إكمال الدراسة، وفي الآخر طلبوا مني الطلاق وأصروا على ذلك. أنت أنجبت منها؟ نعم. أنجبت منها؟ لا، لم أنجب منها. طيب، هم الآن يريدون الطلاق أو إكمال الدراسة، وأنت ترى أن إكمال الدراسة لا يجوز لها لأنها مختلطة وفيها فتن عليها، كذا تقول؟ صحيح، وطلقتها. طيب، وبعد ذلك ما المطلوب الآن؟ المطلوب هل هي يعني هل النفقة على عدتها، على عدة الطلاق؟ لها النفقة طبعا، لها النفقة. لها نفقة. أي ما دامت هي لم تختلع الآن وأنت طلقت، وما اشترطت عند التطليق أن تسترد منها شيئا، فلا نفقة، أنفق عليها زمن العدة. شيء خفيف إن شاء الله. شيء خفيف إن شاء الله. ولا تنسوا الفضل بينكم إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ.